إلا ما ندبر حالنا ونقدر نجهز كل شيء قبل الحفلة. خالتي تأخذي هذا الدواء، هاد لازم تاخذيه كل يوم، مفهوم؟ ايه؟ وهذا مشان رجليكي، حبتين باليوم لمدة اسبوع، لا تنسي وتهملي هدول الأدوية، الإهمال ممنوع، مفهوم؟ شالو انتي ولاكشمي كنتوا أبطال وأنقذتوا الناس بشجاعة عن جد، بس قلك شغلة، كل شي ممكن يصير بهاي الأيام، فكري بالموضوع، المجرمين اقتحموا المبنى وما حدا استرجى يوقف بوشهم، نحن مجرد شهود، مين بيعرف شو كان راح يصير فينا؟ صح رانو؟ أنا شو بيعرفني؟ إذا لسه بتحكي كلمة تانية ما رح تطلعي من هون على رجليكي. عم تفهمي كلامي ولا لا؟ معقولة شو بتحكي طول الوقت لعي فاضي؟ ليش هيك عم تحكي رانو؟ أنا لسه لهلأ عم بحكي، لسه ما عملت لك شي لحتى تتضايقي. إذا انزعجتي فيك تروحي وتحلي عنا بقى. المعنى؟ ما بتعرفي شو المعنى يعني؟ قومي روحي من هون، بترجاكي روحي على بيتك بقى، روحي. ها؟ أنا رايحة، أصلاً ما بدي أتأخر، بس سمعت إنه شالو كانت بخطر، لهيك جيت أطمن عليها وبس. طمنتي؟ شايفتيها؟ لساتها عايشة، فيكي تروحي قبل ما توجعي راسنا وتوجعي لراسها بكتر حكيك. عن شو عم تحكي هالبنت؟ روحي فكري ببيتك ولا تجي لعنا بعد هلأ، ما في حدا تحكي معه، لهيك بتجي على بيتنا. طيب روحي احكي مع زوجك وحلي عنا. بس هو ما بيحكي معي، بيجي متأخر بالليل وكمان بيطلع الصبح بكير قبل ما أشوفه. ايه طبيعي يعمل هيك، بده يرتاح مني. المعنى؟ فكري بالمعنى ببيتك، ممكن تروحي من وشي وتريحيني. آه ليكي ما عاد بدي اسمع صوتك أبدا. ماشي، لكن أنا رح اسمعك وانتي احكي اللي عندك. حاجة تزعجينا وروحي من هون. يلا مو معقولة. الدكتور هيك قال، عم انقل كلامه. أيوش لا تقلق، رح ذكرني لام بالدواء. لا تعذبي حالك، بكفيكي هم البيت، لا تاكلوا هم، بقول للكشمي هي بتذكرها. إيه؟ أيوش كأنك صاير ما عم تفكر بكلامك، انت كبرت وهذا بفضل، كيف بتتجرأ تجي تقلي شو اعمل؟ بعرف شو لازم اعمل. بعدين انت فهمان شو عم تحكي؟ انت عم تعطي أهمية للكشمي أكتر من امك، عم تقلل من أهمية أمك قدام لاكشمي، أنت ما بتخجل؟ أمي أنتِ ليش أخذتي الموضوع؟ أيوش لا تجادل أمك، شو بهمكم؟ مو إنه نيلام تاخذ أدويتها بمواعيدها؟ هي بتقدر تاخذ دواها لحالها، هي عم تعتني ببيت كبير وأكيد بتقدر تعتني بحالها، كاريشما موجودة. وممكن نيلام تطيب من هون لبكره وبس تيجي لاكشمي بتعطيها شي علاج طبيعي من أدويتها مشان تشفى بسرعة، بتصير مو بحاجة لهي الأدوية كلها، صح. وبترجع مثل قبل وأحسن. إيه أمي معك حق، إيه علاجات لاكشمي غير شكل. إيه صح، أنا رح أتصل بلاكشمي لتيجي فوراً. لا تتصل ريشي. إيه استنى، ليش لحتى تتصل بلاكشمي؟ هي مع زوجها المستقبلي وعيلته، بعدين أنا ما بدي شي كمان بصراحة ابني، ما في داعي تتصل فيها. الدكتور وصف لي الدواء وحاجة هيك، خلي لاكشمي تقضي شوية وقت مع عائلتها، هن الناس مناح وطيبين، لهيك ما في داعي للقلق. ايه ماشي امي. ريشي لو سمحت بلش ترتيبات حفلة خطبة لاكشمي وفيكرانت، بما انك موجود هون انت استلم الموضوع او ايوش بيعمله. لا رح اهتم بكل شي، لا تاكليها. بكرة خطبة لاكشمي، رح اعمل لها حفلة ما بتنسى. ممتاز. مرت عمي ليش حكيتي معها هيك؟ وانتي كمان ميها؟ نعم اعملي لنا محاضرة، أنا هيك بتصرف، ما بعرف اتصرف بلطف. إذا كنتي زعلانة عليها كتير روحي زوريها كل يوم واسمعي حديث الحلو بقبق. معها حق. هي ستو لريشي. ردي. أهلين، أهلاً خالتي، تفضلي. أهلاً فيكي، كيفك؟ منيحة لأني سمعت صوتك. وشالو؟ شالو؟ شالو منيحة كتير. أنا اتصلت فيكي هلأ منشان موضوع كتير مهم. بكرة فيكرانت وعيلته رح يجوا ورح نعمل خطبة لاكشمي. لهيك؟ مو مصدقة خالتي، شو هالأخبار الحلوة هي؟ الأخبار حلوة ولا مو حلوة ما حدا بيعرف. أنا اتصلت لحتى
لازم كن على الخطبة تبعها. سامحينا، كل هاي المراسم المفروض إنه تصير ببيتكم بس ما مشي الحال. أنت بتعرفي ريشي بده المراسم تصير هون. عادي عادي، ما يهمك، القصة مو مستاهلة أبداً، يعني بيتكم منيح مثل بيتنا. قصدي شو المشكلة إذا صارت الخطبة ببيتكم أنتو؟ ما في فرق بيناتنا. سمعتوا شو صاير؟ بكرة خطبة لاكشمي وفيكرانت. إيه سامعتي؟ معك حق بهالحكي، هذا البيت مثل بيتها للاكشمي، رح تصير فيه كل المناسبات اللي بتخصها. بيكون أحسن إذا بتعملوها هنيك. بتعرفي شو؟ لاكشمي أكيد رح تكون مبسوطة كتير بهذا الشيء. ترتيبات عرس فخمة وكل يلي بدها إياه رح يصير. بس بصراحة كنت أنا يلي بدي زوجها، بس ما قدرت أعمل هالشي. يمكن كون قصرت معها شوي. بس هلأ فيكرانت ابن عائلة إلهم مستواهن، ولازم نرتب لشي مناسب، مو هيك؟ لا تاكلي هم، بكرة رح نجي على الموعد. طيب ماشي، شوفكن لكان. وجيبي معك شالو وباني. أكيد رح أجيبهم. مو معقول، سمعتوا شو كانت عم بتخبرني؟ بكرة خطبة لاكشمي وفيكرانت، ورح تكونوا جاهزين على الموعد، ماشي؟ لكن لازم أعمل جلسة تنظيف لوشي، وكمان رح روح ساوي شعري. إيه؟ أمي يلا أعطيني مصاري. إيه إيه، روحي خدي، يلا روحي. مو معقول شو حلو هالحكي. بكرة الخطبة، لازم جهز حالي أنا. شو بدي ألبس بهاي المناسبة؟ رح دبر حالي. يلا أنتوا جهزوا حالكم كمان، يلا بسرعة يلا. شو هالحكي؟ الأمور عم تتطور بسرعة أختي، بكرة خطبة فيكرانت والأكشمي، طيب شو لازم نعمل هلأ؟ ما بعرف باني، ماني فهمانة شو عم بصير أبداً، وما بعرف إذا أيوش عم يحضر لشي. يعني صهري وأختي ما رح يرجعوا لبعض؟ هن الاثنين منعونا نعمل شي لحتى نساعدهم، ما بدهم يانا نتدخل أبداً. ما بعرف شو رح يصير، ولا حدا بيعرف كمان شو بده يصير. أنا بتمنى يصير أي شي خليهم يرجعوا لبعض. تفضلوا فوتوا لجوا معي. لا بنتي لا، لازم نجهز حالنا مشان الخطبة. لكن ايه؟ وانتي كمان لازم ترتاحي، نامي وارتاحي منيح لتكوني أحسن، لازم تكوني بكل حيويتك بكرة، مو هيك؟ شكراً على جيتك، انبسطت بوجودك معنا. عن إذنك هلا. أخي ريشي وقف. شو؟ اللي ريشي شبك؟ عم تمشي رايح جاي مشان تنحف يعني شو؟ ولا حابب تمشي مشان تسمن؟ فهمني. اسمعني أخي، عنا احتمالين، في ناس بتمشي مشان تنحف وينقص وزنها، بس في ناس كمان بتحب تمشي مشان تسمن، لأنه المشي بيحسسهم بالجوع فبياكلوا كتير وهيك بيسمنوا. قل لي أخي ريشي، أنت عم تمشي مشان تنحف ولا مشان تسمن؟ خلاص أيوش، اسكت شوي بكفي.